وعشان نتعرف على تفاصيل اكتر عن هذا المشروع معانا على الهاتف دكتور فؤاد البدوهي مدير مشروع تربيه المشاهير بمحافظه بورسعيد. صباح الخير لحضرتك يا فندم واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جمانه وصباح الخير استاذ محمد. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب لو في البدايه تكلمنا بشكل عام عن معدلات النمو اللي شهدتها محافظه بورسعيد في مشروع تربيه وتسمين وبيع اللحوم الحمراء. احنا عندنا في بورسعيد مشروع تربيه المشاهير هو المشروع الانتاج الحيواني التابع لمحافظه بورسعيد. عندنا الطاقه الاستيعابيه 10,000 راس من العجول والابقار. احنا طبعا بنسعى دايما بتوجيهات من سياده المحافظ ان احنا دايما يكون متوفر عندنا اعداد وفيره من العجول، وعندنا 6 منافذ على مستوى محافظه بورسعيد ومدينه بورفؤاد لبيع اللحوم باسعار تنافسيه أقل من مثيلاتها في محلات الجزارة، بتعمل توازن للأسعار داخل المحافظة في محلات بيع اللحوم. بالإضافة إن احنا دايما في بروتوكولات تعاون بيننا وبين المحافظات المجاورة زي محافظة شمال سيناء إن احنا بنزودهم بالعجول الحية، وخاصة في مواسم الأعياد عيد الأضحى وفي رمضان بياخدوا من عندنا العجول الحية لذبحها في العريش. احنا عندنا دايما متوفر عجول وفيره ذات سلالات عاليه في انتاج اللحوم وباسعار تنافسيه. دي النقطه المهمه ان السلالات عاليه الانتاجيه. امتى المحافظه يا فندم قدرت ان هي تعلن عن ان هي حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟ احنا عندنا دايما يعني اللي بنوفي احتياجات المنافذ اللي هي تابعه للمحافظه اللي تابعه للمشروع بالاضافه لمحلات الجزاره، يعني محل الجزارين والمواطنين في عيد الاضحى والمواسم الناس بتيجي تشتري من عندنا سواء الجزارين او الاهالي للاضاحي او لمحلات الجزاره بيشتروا باسعار اقل من مثيلاتها في الاسواق. طيب يعني لو حضرتك توضح لنا يا فندم على سبيل المثال يعني دكتور ازاي المشروع ده او لاي مدى هذا المشروع ساهم في خفض اسعار اللحوم؟ يعني كان كام مثلا بعد بدء هذا المشروع اصبح كام عشان نوضح برضو للساده المشاهدين؟ احنا يعني احنا بنبيع الاسعار عندنا في المنافذ التابعه للمحافظه اللحوم ب 130 والقطع المميزه ب 150 اللي هو العمود الفليتو او عمود الفخده او وش الفخده او الروز بيف او ده ب 150 واللحوم العاديه ب 130. طبعا دي مش موجوده في اي مكان، دي كمان بتساعد على ان محلات الجزاره الاخرى ما بتغاليش في الاسعار لان احنا موجودين في كل احياء المحافظه. فطبعا الناس بتقبل على عندنا فبيضطر الجزارين برضو ان هم ينزلوا بالسعر شويه على ايديها تخفيف العبء على المواطنين يعني. ده عظيم جدا يا فندم، انت بتجبر محلات الجزاره ان هي بالفعل تبيع بسعر مقارب او بنفس السعر عشان هي كمان تبيع، خصوصا ان مصدر الماشيه مصدر راس الماشيه من عندكم كمان يعني. تمام. يعني انتوا مدينهم الماشيه زي ما حضرتك قلت باسعار مختلفه عن بره. في سؤال عايز اساله حضرتك، واحنا بنتكلم عن مشروع قائم 10,000 راس ماشيه في هذا المشروع محققين الاكتفاء الذاتي بنوزع على محافظات اخرى، هل في نيه للتوسع في هذا المشروع القائم لزياده نسبه التوزيع على المحافظات الاخرى؟ في عندنا احنا دايما بيبقى متوفر عندنا عجول حيه، ودايما سياده المحافظ بيوفر لنا كل الامكانيات لتمويل شراء العجول، وهو سيادته كمان بيساهم معانا في التفاهم بحيث ان نشتري باسعار اقل من عشان نقدر ننافس لازم نشتري بسعر اقل من اللي موجود في السوق يعني. كل الشكر ليك يا فندم دكتور فؤاد البدويهي مدير مشروع تربيه الماشيه في محافظه بورسعيد، شكرا جزيلا ليك.